ايوا اختي احنا غاديين بالتلاميذ يقراو ها هما الدرجة اختي مجتهدة تلميذ كاسول ما باغيش راه حنا جارينو عبزز هما الدرية مسكينة تلميذة مجتهدة اختي غادي نشوف انا مجتهدة اختي غادي تقرا الكول باش عبري نجح ان شاء الله اللي قريتو ندي من هنا الطاليان قاريه مزيان تعلم الطاليان قار ما تنعرفهاش خاصني نقراها ايوا شتي وندوز واحد العام هنايا ونرجع لكم صافي وباي باي لا غنرجع والله الا كاينين واقيلا الناس بزاف مالك ها راه قال كاين والله الا كاينين الناس بزاف ايوا المهم اختي احنا غاديين بيهم باش ما كاين غنردوا عليكم الخبقر احنا دابا لحقنا احنا لحقنا المدرسه دابا نمشيو ندخلو ونشوفوا واش غايديروا مع هاد الناس هذاك راه جارينو عبزز راه الله والراجل ما باغيش يقرا ولكن هاد الدريري بعدا راه باغا تقرا انا كسول ها انا كسول وقا ما باغي وقا جارينو عبزز وقا قاعد عاد باغي وقعاش شميشة ونسينا ما جبناش الطباشير ولا الرزواز ها فيرو خوفي عندك الصح الله لا ما عندك الصح ما جابوا لا طباشير لا لوحة يعطيونا هما راه العيلة راه المغرب شتي ما تعرفي مع المغاربة دابا هادو كاع اللي جابوهم ماشي عا المغاربة دابا كلشي ولادهم رجالتهم كلشي بناتهم على حساب باش غادي يقراو غيمشيو يقرا لا على حساب هاد الشيء طبق طبق من ابريل من شهر ربعة من شهر ربعة شهر ربعة الناس كتجي ما كتقرا ما والو ولكن حنا جينا مع الفرصة الزينة تاع القراية عارفين هما قاريينش في المغرب بغاو يقراو ما اختي راه قارية تقعد في المغرب ويلي على وعدي ايوا قاريين تنعرفو فرونسي ايطاليان كاع ما عندناش ايوا المهم خليكم معايا ملي ندخلو المغرب الا كانوا غيخليوني باش نعرفكم شويه على الاجواء لداخل رانا غنوريها لكم يا ملك علاش دويتي علاش دويتي اليوم علاش اش دويتي اش قالوا لك اش قالوا لكم حنا راه قلت باش ما نشدش باش ما نشدش السعاده ايوا شتي ما صون جوج دقيق باش صون ايوا دايره في جيبك كي غنديروا ليه اش غنهضروا معاه ما هذاك ما يخرج ايه باش قالوا لنا راه النقاط اللي ما قراش يمشيو له النقاط شحال من نقطه ولا خاصك دابا قرا جينا هاد شحال ربحتي من نقطه ربحنا 16 ايوا صافي 8 16 قالك كل حصه فيها 16 نقطه على الكورس ودابا 16 الكورس وي كامل محسوب دابا 16 خاصكم تكملوا 30 نقطه تيجي دابا درتي ريزيدانسا عندك فيها نقطات مشيتي دخلتي ولادك المدرسه عندك فيها نقطات واش فهمتي صافي درتي اي حاجه تتعلق بالوراق اي حاجه تتعلق بالوراق عندك فيها النقاط دابا تيجمعوا لك دوك النقاط تتكمل لك 30 نقطه 30 نقطه صافي ستولي بخير ديك الساعه تبدلي وراق كلشي الا ما كملتيش 30 نقطه وقريتي نهار يبغى يبدل الوراق ما يبدلولكش ولكن ما يبدلولكش ولكن عندك الحق ثاني تزيدي واحد العام صافي هاك باش نكونوا فاهمين عندك حق تزيدي عام وفاهم يا ملكه زعما ملكه راك الفن صافي ما عليكش دابا اش غنقولوا لاختك يلاه نقولوا على اختك اش غنقولوا اختي غنقولوا ضوبلتي ضوبلتي دابا هذا العام خاصك خاصك تمشي لا قولي لي اش خاصك تمشي باش لا قولي خاصك تمشي عند سينتاكاتي باش تاكدي على راسك شي سينتاكاتي باش تاكدي على راسك باش يزيدوك النقاط هاد 16 نقطه زايده لا ماشي غيزيدوها ايوا لا ما تفهميش الغلط ماشي غيزيدوها باش يعطوها الدوموندا باش تقرا باش تقرا حتى هي وتربح هاد النقاط تربح هاد 16 نقطة دابا راه بحال عندها نقطة بحال عندها صفر صفر لا عندها حتى دارت ريزيدانسا ودايرة الطبيب يعني عندها دارت كطبة عندها عندها دارت كطبة طبة عندها دارت ماشي على الطبيب راه دارت طبة وما عندها طبة ماشي طبة لا شي تيضحك ترى صافي
ولا بقيتي ما قرايتيش راه ما غاديش انا كنت في طاليا انا تقعدش قالك هي قال ما عندها ما عندهم ما يديروا لا انا جايباها بنتها ايه ولكن هادو تي تيفتحوا لك بزاف ديال المجالات وصافي انتما خويا راه بحال تتمشاو ايوا كلشي صعب الطاليان وفي الحقيقه هادشي اختي ما كانش انا بعدا اصلا يعني هادشي كله جديد عليا صراحه ماشي غنزيد عليكم داروا لكم بحال بيرمي يعني النقاط راه قالتها قبيله قالت راكم هادشي واللي ما عارفش مسكين دابا هادشي دابا المشكل فين تيوقع دابا الناس اللي ما عارفاش دابا هاد القوانين الجديده دابا تيمشيو تعطيو هاد الورقه تيقول لها اش غنمشي نقرا علاش غنمشي ندير ما تيحضرش وتشحل من واحد وتيخرج على راسو راه عجبك عرفتي شحال من واحد منك ايوا راه هادشي علاش في الحقيقه واحد شي داو الباسبورات وداو الوراق تاعي هادي اختي حنا قالنا في البريفيتورا قالوا لينا ما قالوش لينا ضروري خاص تحضر قال لي باش ما عقرات بنتي الورقه هي وراجلها يلا زيدك ما حنا هادي ما قالوا لها حتى حاجه شدت الوراق دارتهم راه عقراو دابا تيشوفوا شنو خاصها دير حنا ما قالوش لينا دابا بحال ما قالوهاش ليها يعني كون ما شافتش الدريه الورقه ما غايجيوش ماما راه عندكم واحد رانديفو نهار 17 وعندكم واحد اخر ثاني نهار 24 المهم البنات حنا قلنا لكم مع واحد الموجز ديال باش داكشي اللي داروا هاد الصبحيه ياك ملي غنكمل الدار وغندير لكم هذاك علاش قراو وعلاش داروا غنعطيكم واحد المعلومات اخرين دابا راكم كما قلت لكم قبيله الطريق طويله باش غنبقاو التليفون ما غايشدش لقى شارج وغنعمروا بزاف خليتكم مع ملكه صافي خريت ملكه يلا بالسلامه تنوصلوا اهلا البنات كي دايرين لاباس عليكم كيما وعدتكم هاد الصباح بالله ملي غيكون عندي واحد الوقيت غندير لكم هاد الفيديو باش نكمل لكم الشرح ديال هذيك اتفاقيه الاندماج اللي هضرنا عليها مع الاساتذه هاد الصباح وتاسفنا بزاف لان بزاف ديال الناس انا شخصيا تاسفت لان بزاف ديال الناس ما حضروش ولكن ما تلومهمش لان ربما ما شرحوش ليهم الاهميه ديال هاد الشهاده هادي والاهميه ديال الحضور لهاد الدروس هادي اللي فيها خمسه سوايع اليوم حضرناهم 17/5/2019 وغنحضروا ثاني نهار 24/5/2019 وتنطلب من الجميع اللي عنده هاد الورقه وما داهاش فيها هاد الفتره هادي يشوف مع الوراق اللي عطوه في ملي مشاو يديروا الكوديتشي فيسكالي في لو ستاتو سيفيلي الناس اللي عندهم ولادهم ولا اللي عندهم بناتهم يقولوا ليهم باش يقلبوا في هذوك الورقات ويشوفوا واش كاينه ضمن هذوك الوراق كاينه هاد الاتفاقيه الاندماج راها ورقه مكتوبه فيها هاد الرقم هذا النمره ديال الاتفاقيه هي 398554. الا كانت عندكم هاد الورقه دي اللي فيها هاد الرقم هذا يعني خاصكم تجيو السيمانه اللي في 24/5/2019 تحضروا معنا وتكملوا بعدا باش تربحوا هاد النقاط لان انا هاد المساله ديال النقاط انا لاول مره تنسمعها وتاسفت بزاف للناس اللي ما حضروش لانهم ضيعوا 8 ديال النقاط لان كل خمسه سوايع تعطيكم 8 نقاط المجموع هو 16 نقطه وهاد المساله ديال النقاط انه داروها بحالها بحال بيرمي كما تتعرفوا خوتي خواتاتي اللي هنا اللي كاينين اللي هادشي تنقولوا للناس اللي كاينين هنا في الطاليان وعارفين هاد القضيه ديال البيرمي بالله ولات عندنا ديال لي بونت يعني ديال النقاط دابا حتى البيرميسو دي سيجورنا خوتي راه ولاو دايرين ليهم هاد القضيه هادي هادشي علاش نقول لكم الاهميه من الحضور لهاد الدروس هادو هما راه ماشي دروس هما تيشرحوا لكم كيفاش هاد اتفاقيه الاندماج كيفاش خاصكم تعيشوا في هاد الدوله اللي جيتوا ليها
بغاو يغيروا الوضعيه، ان الناس تيجيو غير باش تيصوبوا الوراق، لانهم هما ديما عندهم افكار بلا الناس ديالنا تيجيو على الوراق وعاد تيصوب الوراق وتيمشي. هو بغاو يحيدوا هاد القضيه وباغي يديروا لكم هاد العرقل هذا، باش الانسان اللي ما خاتش باله غيبقى حتى يضيع النقاط في البرميسو ديال السيجورنو وما عنده حتى شي حل. والحل الوحيد هو انهم عندهم يرسلوه بلا ما يدخل معاهم في مشاكل. لهذا خوتي تنقول لكم باش الانسان اللي عنده هذه الورقه ولا اللي شدها وما دارش باله فيها يقراها ويجي عندنا نهار 24/5/2019، يعني الجمعه الجايه، يجي حتى هو باش يحضر وباش على الاقل يشد هذوك 8 نقاط اللي ضيع في الاسبوع اللي فاتوا. والافاده الثانيه اللي بغيت نزيد لكم اخوتي، ان هذه المساله هذه راه مهمه جدا. هي داروها تقريبا بحالها كما قلت لكم، بحالها بحال البيرمي، خاص وعطاكم لا بوسيبيليتي، يعني عطاوكم الحق في عامين باش واحد الانسان عنده الحق باش يقرا. ماشي زعما تسمعوا خويا القرايه انكم ضروري خاصكم تكونوا تعرفوا الطليانيه، ضروري خاصكم خاص على الحضور ديالكم، لان كاينين واحد المدارس تيعطيو تيتيحوا الفرصه للناس اللي بحرجاو ما قارينش تتمشي الكموني المقاطعه اللي ديال المدينه اللي تفيها، وتتمشي وتطلب منهم من لاسيستون سوسيال باش غتوري لك الموقع القريب منك اللي دايرين هاد المدارس هادي اللي تيقروا فيها الناس اللي بحرجوا من المغرب. هي مساله سهله، الانسان لما حتى ما عرفش يقدر يطلب شي انسان يمشي معاه، ويقدر بزاف ديال الحلول كاينين. عا ما تهاونوش، لان راه المساله راه ماشي بسيطه كما تنقولوا حنايا، وانما راه صعبوها. وباش تجيهم هما ساهله الا بغاو يرسلوا واحد الانسان ما عندهمش مشكل فيه. فهمتوني اخوتي؟ يعني خاصكم ضروري بهاد تبداو تجمعوا في هاد النقيطات هادو اللي كما تقولوا هما، باش دير خاصكم على الاقل تكون عندكم الناس اللي تجاو بمسائل قانونيه، انهم جاو ريكونجوجمات فامر كيما جايبينهم العائله ديالهم، ولا الناس اللي جابوهم ولادهم، ولا الناس اللي جابوهم الازواج ديالهم، ولا الناس اللي جابوا الاطفال ديالهم. خاص يكون عندهم الدار تعطوهم نقطه عليها، خاصهم يديروا ليهم الطبيب حتى هما تعطوهم النقط عليهم، خاصهم يدخلوهم المدرسه باش حتى هما تزيدوهم النقط عليهم، خاص يديروا كاع المسائل القانونيه. الا بغيتي تعيشي في هذه البلاد خاصك ديري هذه المسائل القانونيه. في هذا الظرف ديال عامين خاص تكون عندك 30 نقطه. الا ما كانتش عندك هاد 30 نقطه تيعطوك الحل باش غتجلسي يزيدوك واحد العام. الا في هذاك العام حتى هو نقصاتك شي نقطه من هاد النقاط، يعني عندهم الحق باش يطردوك. وانا ما نبغي حتى شي واحد جا قانونيا ويبقى يتهاون باش غيرجع للبلاد وهو عنده كلشي مسائل قانونيه. ما فيها باس الانسان يمشي يقرا واحد جوج سويعات في السيمانه ولا ساعه في السيمانه، حيت كاينين. وملي تتمشي تتقيد في المدارس راك تتشرح لهم الوضعيه ديالك، لكن يمكن لك باش تحضر في واحد الوقت اللي هما اللي انت ما تقدرش فيه، راهم هما تيلقاو لك الحل امتى تجي باش تقراي اللي يكون عندك حتى مناسب. لهذا خوتي ما تهاونوش وسيروا قدموا في المدارس باش تقراو، شدوا على الاقل على الادواء تتساعدكم على الاقل باش عندكم هذيك الشهاده بالله راك دزتي في المدرسه. وتنظن والناس كما تنعاود لكم ونكرر لكم، الناس اللي باقي ما شدوش هاد الوثيقه اللي فيها اتفاقيه
الاندماج يمشيو للمحل. انا على حساب بيرغامو تنقول لكم يمشيو البلاصه اللي تياخذوا فيها الكوديتي فيسكالي هو الستاتو سيفيلي ديال بيرغامو، وتيا تعطوكم هاد الكوديتي فيسكالي ومعاه تعطوكم هاد الورقه. نعاود لكم كاينين الناس اللي عاطينهم مثلا هاد الورقه ولكن ما داوهاش فيها. كما قلت لكم ان الناس كاينين اللي عندهم هاد الورقه ربما ينساو ولا ما داوش بالهم، كما بزاف ديال الناس ما داوهاش فيها وما جاوش هاد النهار هذا. حاولوا تقلبوا في الوراق وتشوفوا واش عندكم هاد الوثيقه هادي ديال وثيقه الاندماج اللي عطاوها لكم مع الكوديتي فيسكالي، ويكون الرقم ديالها الناس اللي في بيرغامو. اما الناس في النواحي الاخرى يعني ربما عطهم وثيقه اخرى برقم اخر، الناس ديال بيرغامو الرقم ديالها اللي خاصهم يحضروا نهار 24/5/2019 الرقم ديالها هو 398554. وباش ما نطولش عليكم ما تبقاوش تسمعوا للناس اللي ربما تعطوكم معلومات خاطئه. مرحبا بكم اخويا، الا بغيتوا تدخلوا القناه وتسولوني على اي حاجة انا مستعد نجاوبكم، ولا ما جاتش تاع على خاطركم وما بغيتوش كاع تدخلوا تسمعوا لي انا. من نصيحة الاخت لاخواني هنايا اللي بحرجاو، مرحبا بكم، سيروا عاد السندكات القريب ليكم وهو غيشرح لكم جميع المسائل بلا ما تقولوها ولا تعطوه ودنيكم للناس، لان بزاف ديال الناس انا سمعت اليوم تيسمعوا للناس وملي قالت لك تمشيو وتنشوفوا هذيك المسائل اللي قالوا لنا تنشوفوها كلها خاطئه. لهذا باش حنايا نحيدوا هذه المساله ديال صحيح او خطأ، نمشيو عاد نديروا مسائل قانونيه ونمشيو عاد السندكاتو وهو غيفسر لنا جميع المواضيع وبزاف ديال الحوايج اللي بزاف ديال الناس اليوم بقاو فيا لانهم مسائل ما تعرفوهاش، ومن حقهم لان بحرجه وما عارفينش هاد المسائل. وحنا ماشي عانا بزاف ديال الناس اللي قدام هنايا، من المفروض انهم يوريو لهاد الناس الطرق ديال العيش هنايا السهله باش ما يتخلعوش، لان بزاف ديال الناس مساكن تتخاف ملي تتشوف هاد المسائل القانونيه ملي كاينين العيالات اللي سمعت انا شي مسائل اليوم ما عجبتنيش بزاف نقدر نهضر لكم عليها في الفيديو الاخر. وبلا ما نطول عليكم تصبحوا على خير ورمضان كريم للجميع، وبالسلام عليكم اختي للفيديو القادم. وتنظن اني داكشي اللي سمعنا هاد النهار بغيت باش عباد الله ديرها في البال وتمشي تجري على راسها، لان راه مساله فعلا ماشي سهله. صباح على خير.